طب كابتن، يعني يمكن البدايه كانت موفقه، كان فرق سكور كبير، يمكن نقطه التحول، وكان من وجهه نظري واحنا بنتكلم اوف اير يعني، هو الجيم الثاني. الجيم الثاني كان مهم جدا ان النادي الاهلي يكسب الجيم ده، لانه كان كده هيخش 2-0 وكان المواضيع هتتقلب بشكل كبير. بالظبط. يعني يمكن في النقاط الحاسمه اللي هي في اخر الجيم 2، يعني كان في بعض الاخطاء اللي كانت، او كان في بعض الامور لو خلصت بشكل احسن كان اكيد هتدينا الافضليه. شايف في الجيم الثاني بالاخص ايه اللي كان ممكن يدينا الافضليه كنا ممكن نكسبه؟ تمام. اول حاجه في الجيم الثاني واوضح حاجه، احنا النادي الاهلي عمل 12 خطا مباشر في الجيم الثاني، 12 خطا مباشر، يعني انت مديت للخصم 12 نقطه بدون اي مجهود، ما بين رسالات في الشبكه، ما بين ضرب، يعني ضرب في الاوتسايد او في البلوك، فده 12 خطا مباشر النادي الاهلي في الجيم الثاني. حاجه تانية بالنسبه للارسال كان غير مؤثر بالمره في الجيم الثاني، احنا خدنا بلوك واحد بس في الجيم الثاني كله. بتاع حسام يوسف بالظبط، التغييره بتاعت حسام يوسف. فهي هنا احنا حاولنا طبعا، كابتن ميدو حاول طبعا، يعني في الجيم الثاني عملنا تغييره حسام عشان نزود حائط الصد، عملنا تغييره قطب عشان نزود حائط الصد، نزلنا محمد الحسيني في الخط الخلفي. فطبعا الجهاز الفني حاول في الجيم الثاني ان هو يتدارك الاخطاء، لكن طبعا كتير 12 خطا في جيم صعب تعويضهم يعني. مع طبعا زي ما قلت لحضرتك الزمالك لعيبه صغيرين عندهم حماس عالي، بيحاولوا ان هم دايما، احنا دخلناهم في الماتش في الجيم الثاني بالاخطاء الكتير اللي عملناها، وبعد كده الماتش بيمشي بقى اللي هو السجال ما بين الفرقتين يعني.